مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا أيضا خبر مهم حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. وافقت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان على بدء توفير الصيدليات على مستوى الجمهورية لدواء لعلاج كورونا كأول مضاد فيروسي في العالم يستهدف كورونا المستجد ومتحوراته الجديدة. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، ودايما بيفيدنا في هذا الصدد معانا على الهاتف الدكتور مجدي عدلي مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى بمستشفيات التأمين الصحي. صباح الخير دكتور. صباح الفل على كل المشاهدين حضرتك. أهلا بحياتك يا دكتور. الحقيقة طبعا احنا معانا خبر يعني جميل ومهم طبعا، وكل المشاهدين طبعا يعني يفرحوا بهذا الخبر، وهو طبعا الدواء اللي زي ما حضرتك سمعت معانا الخبر. هل هذا الدواء يعد يعني اول دواء يتم طرحه بالصيدليات لعلاج كورونا بشكل مباشر يا دكتور؟ تمام. هو مبدئيا طبعا زي ما تفضلت حضرتك، هو كان في حاجه اسمها طبعا ادويه لعلاج الحالات البسيطه والمتوسطه من كوفيد، وبالمناسبه دي مش ما ظهرتش يعني من فتره، هي ظاهره من مثلا فترة من شهر 3 أو مارس اللي فات، وبعد ما خدت التصريح من الـ FDA. وطبعا لازم نعرف يعني في فرق بين الأدوية واللقاحات. الأدوية دي خدت موافقات من الـ FDA، وبناء عليه بدأت الشركات العالمية زي شركة فايزر وميرك، فايزر الأمريكية وميرك، في إنتاج بعض الأدوية يعني زي اللي هي الإقراص يعني بما معناه يعني في إنتاجها. ويعني الأدوية دي بدأ إنتاجها في 3 دول بس حتى الآن، أمريكا وإنجلترا ومصر. خدت موافقة بالتصنيع هنا في مصر لدواء شركة ميرك اللي هو المادة بتاعته المالنبريفير، المادة الفعالة بتاعته اللي هي المالنبريفير. في شركات مصرية خدت تفويض بالإنتاج على الأراضي المصرية. بعد ما الشركات دي أخذت الموافقة بالإنتاج بدأت توفره في السوق المصري، بس كان بيتصرف عن طريق المستشفيات الحكومية وصيدليات الشراء الموحد اللي هي صيدليات الإسعار. ده كان في شهر مارس اللي فات. بعد كده اللجنة العلمية اجتمعت وقالت ما فيش مشكلة ان احنا نوفره في الصيدليات العامة، بس بشرط انه لازم لا يصرف الا بتذكرة طبية. يعني مش اي حد هيروح من نفسه يشتري العقار ده هياخده، لانه طبعا العقار ده لازم عشان يتكتب يا مستر يوسف لازم يكون ليه مواصفات ومعايير خاصة. طب ودلوقتي برضو هل يا دكتور يعني متاح يعني بدون روشتة علاجية؟ لا، ما أنا لسه بقول لحضرتك لازم تذكرة طبية، ولازم يكون دكتور اللي فحص الحالة وكتبه. وهقول لحضرتك ليه. لأنه الدواء ده ما ينفعش يتاخد من زي أدوية مثلا البرد، أو واحد بياخد لازم بجرعات معينة وبحساب معين. بالظبط، ده أولا جرعات معينة، ثانيا لازم يكون اللي تاخد ليه العقار ده يكون انزيمات الكبد بتاعته مظبوطة وانزيمات الكلى بتاعته مظبوطة، وكمان علشان محدش يعني أول لما يجيله دور برد يروح واخده على طول كده. بالظبط، ما أنا لسه بقولك يعني هو ممنوع أساسا على أي حد مريض كبد، ممنوع أساسا على أي حد مريض كلى، ده ما ينفعش ياخده من الاساس من المبدا. ثانيا ليه نظام في اخذ الجرعات بتاعته. يعني هو العبوه اللي نازله دي عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا يعني في الصوره، بتبقى عبوه 40 كبسوله. الكبسوله 200 ملي جرام، فبياخد 4 كبسولات صباحا و4 كبسولات مساء لمده 5 أيام، يعني 8 كبسولات في اليوم لمدة 5 أيام. هو بالمناسبة لازم عشان يجيب نتيجة لازم يتاخد في أول 5 أيام من ظهور الأعراض ككرسي كده. بالضبط، لا ما ينفعش يتاخد بعد كده. يعني هو يتاخد عشان يجيب نتيجة كويسة بيتاخد أول 5 أيام
من ظهور الأعراض. هم في يعني المبدأ أساسا من الشركات اللي هي صنعت هذا العقار أو إن هي اخترعت هذا العقار، إن هو ده معمول للحالات اللي هي كبار السن اللي فوق 60 سنة والجماعة اللي عندهم أمراض مزمنة بس الإنزيمات بتاعتهم مظبوطة عشان يقيهم من أن الدور يوصلهم للدخول للمستشفيات. يعني هو العقار ده بيمنع أو بيقلل كثيرا من الدخول إلى زي اللقاح يعني يا دكتور؟ لا، اللقاح حاجة تانية في الأكشن يعني. هو كان هو يمنع برضو الوصول للمرحلة الصعبة يعني. طبعا اللي هي إنه اللقاح ما بيوصلكش إنك أنت تخش في السيفير كيسز أو الحالات الشديدة. لكن هو العقار ده وضع يعني لما بيخش الجسم بيشتغل بطريقة غير اللقاح. يعني العقار ده بيخش بيعمل تشويش على الـ RNA بتاع الفيروس، فالفيروس ما بيعرفش يتكاثر. لكن اللقاح لما بيتاخد بيحصل انه بيكون اجسام مناعيه ضد الفيروس، فالاثنين ما بيشتغلوش بطريقه واحده. يبقى احنا دلوقتي يا دكتور حابين يعني زي ما حضرتك اوضحت لنا باستفاضه، طبعا احنا بس بنؤكد على المعلومات دي ان الدواء ده ما بيتصرفش الا من خلال روشته، وكمان يثبت ان المريض فعلا مريض بكورونا، وكمان في نفس الوقت لازم يكون يعني عمل تحاليل خاصه بالكلى والكبد عشان حضرتك يعني يقدر يعني مبدئيا يكون عمل مسحه وتاكد ان هو بوزيتيف، ثانيا يكون عمل تحاليل كلى وكبد عشان نتاكد ان هو يقدر ياخد العلاج ده، ثالثا لازم يكون دكتور طبي هو كتبه. طيب دكتور، هل هو انتاج مصري؟ وبرضه حابين نعرف يعني هو متوفر يعني بالمستشفيات الحكوميه ايضا؟ ما انا لسه بقول لحضرتك، هو يعني كشركه عالميه اللي هي صاحبه بيسموها ايه الملكيه الفكريه، ده شركه اجنبيه اللي هي شركه ميرك، لكن ادت شركه مصريه الحق في التصنيع. ما هو في حاجه اسمها يعني انك انت تاخد تفويض من الشركه بالتصنيع داخل البلد، وخصوصا في حالات الأوبئة مستر يوسف، يعني زي حتى أيام فيروس سي لما بدأنا نصنع السوفالدي هنا في مصر، فده بيبقى في أوقات الجوائح أو الجائحة بيبقى الموضوع ده سهل، لكن غير كده بيبقى صعب إنك أنت تاخد من الشركة صاحبة الاختراع تاخد حق الإنتاج على أرضك. وزي ما أنا بقول لحضرتك، هي مصر الوحيدة في الشرق الأوسط اللي هي عندها تصنيع هذا العقار، بعد طبعا مفاوضات مع الشركه الام ان هي تدينا تصريح، فخدت الشركه الام التصريح بالتصنيع وبدا فعلا التصنيع، وبدا توافره كان في المستشفيات لانه كان الاول يجي من استيراد من بره من المذر كمباني من الشركه الام. بعد كده قالوا طب ايه المشكله ان احنا يعني هو كان جاي كميه ماده خام تكفي لتصنيع تقريبا 150 ألف جرعة. فقالوا احنا نصنع المادة يعني نعمل الدواء ده وننزله في الصيدليات، بس بشرط انه هو يكون تحت إشراف طبي كامل. عشان بس الناس ما تاخدش الأمور على اعتباط، يعني انت عشان تاخد الدواء ده لازم يكون عملت تحليل وطلع العينة إيجابي، ويكون انت سليم معافى من من يعني انزيمات الكبد والكلى مظبوطة، وممنوع. وفي حاجة تانية، وممنوع تماما لما هم أقل من 18 سنة. اوكي تمام، دي نقطة مهمة يعني فعلا. يعني دون 18 سنة ما ينفعش ياخد العلاج ده. هي طبعا نقاط مهمة كده حضرتك قلتها عشان برضو نوضح للمشاهدين، وبرضو في نقطة مهمة برضو حابب اختم مع حضرتك بيها، ان احنا طبعا زي ما قلت حضرتك ان يعني زي ما حضرتك اوضحت ان يعني لازم اللي ياخد هذا الدواء يكون بمناسب ليهم، وفي نفس الوقت طبعا لو مش مناسب احنا بنلجأ برضو للبروتوكول اللي معروف. مظبوط، ما هو اولا عايز اقول لحضرتك انه في بروتوكول دلوقتي متحدد، عايزين برضو يعني حضرتك تشاركنا بيه يعني. وهو بالمناسبه الدواء ده موجود اوريدي في البروتوكول العلاجي داخل المستشفيات، يعني الدواء ده اوريدي موجود ومن فتره يعني. انا اقصد اللي بره المستشفى. لا انا بتكلم على اللي جوه المستشفى، يعني هو محطوط للي جوه المستشفى ضمن البروتوكول.
لكن بالنسبه طبعا يعني هو كونه يخرج من المستشفيات للصيدليات العامه، هو ده الفكره يعني المبصريه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. ما حدش يروح ياخده من نفسه بدون الكلام اللي احنا قلناه ده كله. تمام. البروتوكول اللي حابين نعرف برضو البروتوكول العلاجي الحالي برضو دكتور بعد هو زي ما انا بقول لحضرتك كل الـ في اللجنه العلميه العليا في مصر اللي هي مكافحه كورونا بتتابع الوضع العالمي وبتشوف الطفرات الجديده من المتحول. وطبعا احنا بالمناسبه يعني بنتهز هذه الفرصه انه في اعداد طبعا متزايده من المتحور الجديد اللي هو البي اي 5 والبي والبي اي 2.75 والبي اي 2.1، دي المتحورات الجديدة اللي ظهرت حاليا وبدأت تكون أكثر انتشارا، يعني أكثر صور انتشارا من فيروس موجود من فيروس كورونا موجودة حاليا. فنسبة الإصابات فيها عالية وخصوصا برا، لكن احنا يعني الأعراض بتاعتها قليلة وما فيش منها مشكلة والدخول للمستشفيات فيها قليل. لكن طبعا اللجنه العلميه دي بتتابع الوضع العالمي وبتشوف البروتوكول المناسب للطفرات اللي موجوده دي ايه، فالبروتوكول بيتغير من وقت للتاني حسب المتحولات الجديده للفيروس. لكن هو على وجه العموم بيبقى تقريبا 70% من البروتوكول ثابت، يعني بيبقى لعلاج الاعراض المختلفه يعني. لكن في ممكن 30% بيحصل فيه تغير باضافه حاجات او بانه حاجات تتشال يعني. لكن الدواء اللي احنا اتكلمنا عليه مستر يوسف ده موجود اوريدي في البروتوكول العلاجي للحالات المتوسطه والخفيفه في المستشفيات. هي دي طبعا هي دي نقاط مهمه طبعا حضرتك قلتها، وطبعا يعني احنا برضو بنطمن مشاهدينا اللي يعني ما يعني عنده لا قدر الله حاجه مثلا زي ما حضرتك اوضحته مش هيقدر ياخد الدواء الجديد ده، في نفس الوقت طبعا البروتوكول موجود وطبعا بيبقى ليه فايدته. وطبعا احنا كلنا بنقول طبعا اللي في الاول وفي الاخر يكون الناس اخذت اللقاح، واللي لسه ما خدش برضه ينزل ياخد اللقاح لانه هيفيد. اساسي احنا عشان الفتره دي، معلش يا مستر يوسف هطير علي حضرتك، الفتره اللي جايه دي محتاجه حاجتين. الجرعات التنشيطيه لازم الناس تاخد الجرعات التنشيطيه، الجرعات التنشيطيه بتعمل انخفاض في نسبه الاصابه بنسبه كبيره جدا. بتقي من الاصابه حتى مش من الاعراض، بتقي من الاصابه بنسبه كبيره جدا. او الالتزام بالاجراءات الاحترازيه وخصوصا ارتداء الماسكات في الاماكن الزحمه والاماكن الغير جيده تهويه. ده مهم جدا الفتره الجايه دي، لانه الوضع العالمي بره برضه وضع بدا يرجع لاعداد برضه مش قليله يعني. مظبوط فعلا كلام حضرتك، وفعلا يعني حضرتك دايما بتفيدنا بكل ما هو جديد في هذا الصدد، وان شاء الله يعني تنتهي هذه الازمه نهائيا طبعا يعني من العالم كله يا رب، وترجع كل الدول وكل العالم يعني لسابق عهده واحسن يا رب ان شاء الله. دكتور احنا دايما بنشكرك على هذه المعلومات ووجودك معانا دايما يعني. الله يخليك مستر يوسف، وسعيد ان انا اكون معكم النهارده. شكرا يا فندم. شرف لينا، وبشكرك جدا دكتور مجدي عدلي مدير اداره مستشفيات مكافحه العدوى ومستشفيات التامين الصحي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.